us about this important subject, and we hope that everything will be clear as we know about him. Professor Muhammad. ايكم كلكم النهارده بدايه يوم جديد ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتم بالامبارح ونمتم كويس كلكم بعد الارهاق. زي ما حضراتكم عارفين ان الهايبر بارا دايما بتيجي سيرتها واحنا بنتكلم عن الهايبر كالسيميا. والهايبر كالسيميا ممكن نغير ازاي؟ لو شفنا في الليست بتاعت اسباب الهايبر كالسيميا هنلاقي اشتغل ازاي احمد. الهايبر كالسيميا هنلاقي الهايبر باراثايرويديزم بتيجي أو ضمن أول أسباب الهايبركالسيميا، الأسباب المتعددة. الأوبجيكتيف النهارده بتاعنا إن احنا نتكلم عن الباراثيرويد جلاند الأول كده أوفر فيو، وبعد كده هنتكلم عن الهايبركالسيميا، نتكلم عن السيمتومز أوف هايبر باراثيرويديزم وأنواع الهايبر باراثيرويديزم وتريتمنت أوف هايبر باراثيرويديزم. اوكي طيب، فدي الليست اللي اما بنلاقي عيان عنده هايبر كالسيميا بندور على الاسباب، بنفكر ممكن تكون ايه اسباب الهايبر كالسيميا. بتيجي طبعا الهايبر بارا بانواعها المختلفه، البرايمري هايبر بارا او التيرشري هايبر بارا طبعا في اسباب الهايبر كالسيميا، وتيجي بقى الكانسر ويجي الاذر كونديشنز لايك دراجز و الاذر كوزز. طيب الباراثيرويد جلاند تم اكتشافها سنه 1850 في الانيمالز، وفي الهيومنز تم اكتشاف الباراثيرويد جلاند سنه 1880. والباراثيرويد جلاند اكتشفها برضو زي ما الايلتس اوف لانجر هانز اكتشفها ميديكال ستودنت وتسمت باسمه، نفس القصه الباراثيرويد جلاندز اكتشفها ميديكال ستودنت كان سويدش تمام، واكتشف الباراثيرويد جلاند ان هيومن سنه 1880. وبالمناسبه دي اخر ميجر اورجان يتم اكتشافه، ممكن سيلز بعد كده ممكن حاجات، لكن اخر ميجر اورجان على بعضه كده تم اكتشافه هو الباراثيرويد جلاند. وزي ما حضراتكم عارفين ان الباراثيرويد جلاند موجوده ورا الثايرويد، العدد بتاعهم بيفرق، يمكن معروف ان هم اربعه لكن ريكوردد اب تو ثمانيه. في اكتوبيك سايت موجود يمكن في 16% من الناس عندهم اكتوبيك جلاند، ممكن تبقى جوه الثايرويد، ممكن تبقى ورا الثايرويد، ممكن تبقى قدام الثايرويد، ممكن يبقى في الكاروتيد شيت نفسه. لو بصينا على الهيستولوجي بتاع الباراثيرويد جلاند بتحتوي على تو مين سيلز، التشيف او البرنسبل سيلز اللي بتطلع الباراثورمون، والاوكسيفيل سيلز اللي هي النوع الثاني واللي هي غالبا بتساعدنا في تشخيص الهايبر او لوكاليزيشن اوف الباراثيرويد لو في باراثيرويد ادينوما او باراثيرويد كارسينوما. الباراثورمون شبيه قوي بالانسولين بطريقه شغله، هو عباره عن بروتين بيتقوي، بيكون عباره عن بري برو هرمون، بيحصل له كليفج لبرو هرمون وبعد كده يديني الهرمون. الهرمون ده بيبقى كونسنتريتد ويبقى ستورد في السكريتوري جرانيولز لحد ما يحصل نيد ان هو يطلع، اما يبقى في اما الايونايزد كالسيوم في الدم يقل. ده شكل المولكيول بتاع الباراثورمون، بيتكون من 84 امينو اسيد، بيشتغل عن طريق ان هو بيمسك في البارا ثرمون ريسبتورز اللي منها نوعين، باراثورمون ريسبتور 1 اند باراثورمون ريسبتور 2. 70% منه متابولايزد في الليفر و30% ان ذا كيدني. الهاف لايف بتاعته حوالي 2 مينتس.
التشيف سيلز زي ما قلنا ان هي اللي بتطلع الباراثورمون، وبتطلع الباراثورمون اما يبقى الايونايزد كالسيوم، نحط خطين تحت الايونايزد كالسيوم، اما الايونايزد كالسيوم يبدا يقل، لان الايونايزد كالسيوم ده از تايتلي ريجوليتد فور اوبتيمم فانكشن، مطلوب جدا جدا عشان خاطر السيل سيجنالينج والنيورال فانكشن والماسكولار فانكشن والبون ميتابوليزم والبلاد كوجليشن اند سو، محتاجينه في حاجات كتيره جدا جدا الايونايزد كالسيوم ده. الباراثورمون ريسبونس تو تشينج ان ذا سيركيوليتنج ايونايزد كالسيوم عن طريق حاجه اسمها الكالسيوم سينسينج ريسبتورز، ودي مهمه جدا جدا عشان دي اما تحصل فيها مشاكل بتعمل لنا نوع من الهايبركالسيميا زي ما موجود في حاله الهايبوكالسيوريك هايبر كالسيميا. انواع الباراثورمون ريسبتورز عندنا 1 اند 2. باراثورمون ريسبتور 1 دي موجوده في البون وفي الكدني، ودي بتستجيب للباراثورمون العادي بتاعنا النورمال باراثورمون، وبرده بتبقى كان بي ستيميليتد باي حاجه اسمها الباراثورمون ريليتد بروتين اللي طالع من الكانسر او البون ميتاستاسيس من بعض انواع المالجنسيز. اما الباراثورمون ريسبتور 2 دي موجوده في البرين وفي البنكرياس وفي الاندوثيليوم، ودي دو نوت ريسبوند الا للباراثورمون اللي طالع من الباراثيرويد جلاند اللي هو النورمال باراثورمون بتاعنا. الكالسيوم سينسينج ريسبتورز دي حاجه في منتهى الاهميه، دي اللي بتدي السيجنال عشان خاطر الباراثورمون تو بي ريليزد اور ديبريست، بمعنى لو الايونايزد كالسيوم في الدم هيبدا يعلى، فالكالسيوم سينسينج ريسبتورز دي تبدا تبقى اكتيفيتد، تبدا تبعت سيجنال. هي موجوده في ثلاث اماكن، موجوده في الباراثيرويد تدي سيجنال للباراثيرويد لا الكالسيوم الايونايز كالسيوم بتاعنا عالي ما تطلعيش باراثورمون، وتطلع سيجنال للثايرويد سي سيلز طلعي كالسيتونين، وتبعت سيجنال الثالثه للكيدني زودي الاكسكريشن اوف كالسيوم عشان كده الكالسيوم ما يزيدش، يفضل مستوى الكالسيوم ذات الايونايز كالسيوم يفضل كويس. فدي بالنسبه للكالسيوم سينسينج ريسبتورز مهمه جدا عشان نفرق ما بين الهايبوكالسيوريك هايبركالسيميا والهايبر باراثيرويديزم زي ما هنشوف دلوقتي. الهايبرثيرويديزم احنا عارفين ان في عندنا ثلاث انواع من الهايبر باراثيرويديزم، البرايمري هايبر باراثيرويديزم، سكندري والتيرشري هايبر باراثيرويديزم. نيجي للبرايمري، البرايمري هايبر باراثيرويديزم ليها خمس حاجات كتير كبار بيعملوها. اول حاجه البرايمري هايبر بارا نتيجه ادينوما او كارسينوما او هايبر بليزيا، او تكون جزء من المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا بالذات تايب 1 اور تايب 2 اي، او تكون في حاجه اسمها عندنا اللي اتكلمت عليها الفاميليال هايبوكالسيوريك هايبركالسيميا، او يكون عندنا حاجه اسمها الهايبر باراثايروديزم جو تيومر سيندروم اسمها كده، او يكون عندي حاجه اسمها فاميليال ايزوليتد هايبر باراثايروديزم. دول خمسه دول بيعملوا لي البرايمري هايبر باراثايروديزم. السكندري زي ما احنا عارفين السكندري نتيجه يا اما الكالسيوم ناقص نتيجه رينال امبيرمنت نقص في فيتامين دي، او ممكن يكون ان المشاكل في 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 البون نفسه زي انهيبيشن اوف بون ريسوربشن. الثلاث حاجات دول بيخلي عندي الكالسيوم يقل، فما الكالسيوم يقل يبدا الباراثورمون يعلى، فنسميها السكندري هايبر باراثيرويديزم. التيرشري بقى يا اما ان عيان عنده سكندري هايبر بارا والباراثيرويد عماله تستجيب لنقص الكالسيوم فعماله تزود الباراثورمون تتحول لادينوما او اوتونوماسلي تبدا تزود السكريشن بتاع الباراثورمون حتى ايفن بعد الكالسيوم يصلح وحتى ايفن بعد الكالسيوم يعلى، فتتحول كانها دخلت تاني في مرحله البرايمري هايبر بارا بس مرت بمرحله سكندري في النص. ولقوها برضو في الناس اللي عاملين رينال ترانسبلانت بيبقى عندهم تيرشري هايبر بارا ثايرويديزم. اذا عندنا برايمري وعندنا سكندري وعندنا تيرشري. بالنسبه للبرايمري ده الموست كومن كوز اوف هايبركالسيميا ان جنرال، وبريفلنت الرينج البريفلنس بتاعه من 1-4% من الجنرال لكل 1000 واحد، يبقى 1 في 4 في 1000 اسف مش في المية. الفيميلز اكتر من الميلز يمكن 2-1. بوست منوبوز الفيميلز 5% الريسك اوف هايبر باراثيرويديزم اكتر من البريمنوبوز. اما بصوا على
اول حاجه اللي هي الباراثيرويد ادينوما او كارسينوما، لا ان انا الاقي السنجل ادينوما ده 75% من الحالات، الاقي 2 ادينوماز او 4 ادينوماز يمكن في 10% من الحالات، الريرست ان انا الاقي 3 يعني اكشر حاجه الاقي واحده، ممكن الاقي 2 او 4، اقل حاجه ان انا الاقي 3. الكارسينوما بقى لا تمثل اكتر من 1% من الادينوماز. الحجم قلنا العدد 4 تقريبا، اكتر عدد ريكوردد 8. الحجم الباراثيرويد جلاند يعني 3 ملي نص ملي، لكن في ريكورد شافوا باراثيرويد ادينوما زي ما انتم شايفين كده كان وزنها 120 جرام، يعني الحجم بتاعها 3 ملي ل 5 ملي، الوزن بتاعها يمكن نص سنتي الى سنتي، سنتي ونص المشهور الحاجات اللي بتتشال. لكن انا ريكوردد كيس ريبورت في واحده وزنها زي ما انتم شايفين 120 جرام. ايه اللي يخلي الباراثيرويد تتحول في تبقى فيها ادينوما او فيها كارسينوما او تبدا حتى تسكريت الباراثيرمون بزياده؟ لقوا ان في علاقه ما بينها وما بين الراديشن، يعني لقوا الناس اللي تعرضت كتير للراديشن بالذات راديشن للفيس بسبب مالجنسي بسبب علاج الاكني احيانا، الناس اللي لقوها تعرضوا في اماكن فيها اتوميك راديشن كتير او اتوميك بامب جالهم مالجنس جالهم هايبر باراثيرويديزم بنسبه اكتر. اوكي سوري. فدي الحاجات ايه اللي بتخلي او اللي بتفسر ليه الباراثيرويد تبدا تطلع باراثيرمون زياده. حد يسال طب احنا ما بندي احنا رادي اكتف ايودين للعيانين الثيروتوكسيك؟ فلا، الدوز الحاليه من الرادي اكتف ايودين ما لهاش علاقه بالهايبر باراثيرويديزم. طبعا البرايمري يعني نتيجه ادينوما او كارسينوما هي الاشهر، لكن الرير بقى احنا اتكلمنا عليهم، يا اما ميوتيشن في حاجه اسمها المالتيبل اندوكرين نيبليزيا جين 1 او ريت جين اللي هي المالتيبل اندوكرين نيبليزيا اللي هو 2A، او الفاميليال هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا، الفاميليال هايبر باراثيرويديزم جو تيومر، دي عباره عن حاجات كده بيكون فيها هايبر باراثيرويديزم، والهايبر باراثيرويديزم بتعمل حاجه زي بون سيستس كده او بون فايبروماز التعبير الادق موجوده في الجو. اول ما اتشافت اتوصفت كان معاها فايبروماز في الجو، لكن دي فيري فيري رير كونديشن. كل اللي موجودين كل اللي ريبورتد كيسز على مستوى العالم ما عدوش 200 حاله، ودلوقتي بقى ما لقوش ممكن يلاقوا يعني فايبروماز في اماكن ثانيه، في اليوترس في الاوفري في البرين في اي مكان ثاني في المسلز، لكن اول ما اتوصف السندروم ده كان عباره عن هايبر بارا ومعاه فايبروما او بون سيست في الجو، عشان كده اسمه هايبر بارا ثيروديزم جو تيومر سندروم، حاجه فيري رير. الحاجه في بقى ايسوليتد فاميليال هايبر بارا ثيروديزم، دي الحاجات البرايمري اللي احنا اتكلمنا عليها. مهم جدا اما الاقي هايبر كالسيميا اعرف افرق ازاي ما بين البرايمري هايبر بارا وما بين الفاميليال هايبوكالسيوريك هايبر كالسيميا. طبعا الميكانيزم في الهايبر بارا زي ما قلنا يا ادينوما كارسينوما، انما في الفاميليال هايبر هايبوكالسيوريك هايبر كالسيميا ان انا الاقي المشكله هنا في الكالسيوم سينسينج ريسبتورز. احنا قلنا الكالسيوم سينسينج ريسبتورز دي اللي موجوده في الباراثيرويد والثيرويد والكدني، هنلاقي ان الريسبتورز دي فيها مشكله مش بتستجيب مش شغاله، فعشان كده الكالسيوم يعلى هي ما تديش السيجنال للكدني عشان تنزل الكالسيوم في البول، فبالتالي يبقى في هايبو كالسيوريا، فالكالسيوم يفضل في الدم زايد، وكمان ما بتعملش انهبيشن للباراثيرويد عشان تبطل تطلع باراثيرمون، فبالتالي يبدا الكالسيوم يزيد. نفرقهم عن بعض ازاي؟ طبعا الفاميلي هيستوري الفاميليال هايبو كالسيوريك ده فاميليال ديزيز، انما البرايمري هايبر بارا ده اتسرير مش فاميليال، يعني الباراثيرمون في الحالتين بيبقى عالي بس بيبقى مايلدلي تو هاي اليفيشن في حالات الفاميليال هايبر بارا، بتبقى هاي طبعا وممكن احيانا يبقى الهاي نورمال في حاله البرايمري هايبر بارا ثيروديزم. نفرق باليورينري كالسيوم، واليورينري كالسيوم فراكشنال اكسكريشن اوف كالسيوم، يعني لو قلنا اليورينري كالسيوم عالي يبقى ده برايمري هايبر بارا، اليورينري كالسيوم قليل يبقى هايبو كالسيوريك، كذلك الفراكشنال اكسكريشن اوف كالسيوم لو لقيناه عالي يبقى هايبر بارا، قليل يبقى هايبوكالسيوريك. طبعا المانجمنت كونزرفاتيف في الهايبوكالسيوريك، باراثيرويدكتومي مينلي او ميديكال تريتمنت في الهايبر باراثيرويديزم. طبعا الايج اقل من 40 في الفاميليال وفوق ال 50 في البرايمري
هايبر بار. طبعا الكلينيكال برزنتيشن في حالات البرايمري هايبر بارا او الهايبر باراثيرويديزم احنا كلنا عارفينها، ممكن تبقى اي سيمتوماتيك، نلاقي واحد عنده شويه كالسيوم عاليين سن عن الطبيعي ونبدا ندور نلاقي ان الباراس هرمون عالي، فده اول حاجه. او الاقي نورمو كالسيميك هايبر بارا، عيان بيشتكي من بوني اكس وبوني بينز زي دكتور علي بيما قال، وبالتالي هندور على ايه الاسباب، او نلاقي عنده ديكريز بون مينرال دينستي او عنده اوستيوبروزس، ندور نلاقي الهايبر بتاع بارا عالي. ممكن حتى الكالسيوم في هذه الحاله يبقى نورمال، الكالسيوم في هذه الحاله بيجي من البون، يعني الكالسيوم جاي من البون، مخلي السيرم كالسيوم نورمال لكن على حساب ان الديكريزد البون مينرال دينستي. سيمتوماتيك وهايبر كالسيميا بقى اللي احنا عارفينها كلنا، السيمتومز ممكن تبقى يعني ستونز بونز جرونز سايكيك مونز، الرينال مانيفيستيشنز من اول رينال ستونز، رينال كالسينوزيس، نيفرو كالسينوزيس، رينال انسفيشنسي، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس، ممكن على مستوى حتى السنترال نيرفس سيستم والسايكولوجي، ممكن يبقى فيه ديبريشن، ممكن يبقى فيه ديبريسد مود، كوجنيتيف وسوشيال ابنورماليتيز، نيورو ماسكولار ويكنس ومايالجا. الجاسترونتستينال ممكن يكون معروف جدا جدا ان الهايبر كالسيميا بتعمل كونستيبيشن ونوزيا وفوميتنج وانوركسيا، لكن دي الحاجات المشهوره بس العاديه. الاخطر بقى ان هي تعمل بيبتيك السر ديزيز او تعمل بانكرياتيتس. بيبتيك السر ديزيز لان الباراثورمون بيزود الجاسترين،